نبدأ من الجزائر، فوسط إنذار أمني كبير تظاهرت مئات النساء الجزائريات في العاصمة للمطالبة بإلغاء قانون الأسرة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، ولكن أيضا استمرارا لتظاهرات الحراك الذي استعاد نشاطه. وبدأت مسيرة النساء في شارع ديوش مراد، أكبر شوارع وسط العاصمة، مع حمل لافتة كتب عليها 8 مارس 2021: خرجنا من أجل التغيير لا من أجل الاحتفال. وسارت النساء نحو ساحة البريد المركزي حيث تقام تجمعات الحراك، ونددت المظاهرات بقانون الأسرة الذي يجعل منهن قاصرات مدى الحياة بحسب المناضلات من أجل حقوق المرأة. وحملنا لافتات كتب عليها إلغاء قانون الأسرة والمساواة بين الرجل والمرأة، وقانون الأسرة الجزائري تم سنه في عهد الحزب الواحد سنة 1904 وعدله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2005، لكن العديد من الجمعيات النسوية تعتبره غير دستوري. ورفعت المظاهرات أيضا شعارات رافضة للتعديل المقترح على قانون الجنسية. إلى جانب ذلك، رفعت مسيرة النساء الشعارات المعتادة للحراك مثل دولة مدنية وليس عسكرية، وتبون مزور جاء به العسكر. كذلك نددت المظاهرات بالعنف ضد المرأة من خلال رفع صور لنساء تعرضن للقتل على يد أزواجهن. وانتهت المسيرة بمناوشات مع الشرطة التي طلبت من المتظاهرات تفريق التجمع ومغادرة وسط المدينة.